فضاءات السعادة الحق في جودة السكن. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قراءة لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم غد الاثنين. ونستهل هذه الجولة الصحفية من يومية المساء والتي تطالعنا بعنوان تفاصيل اعتقال ولد الفشوش الذي فر من الأمن وعربد في شوارع الدار البيضاء. ويضيف كاتب المقال أن الجريدة توصلت إلى معطيات مثيرة بخصوص تفاصيل حادث ولد الفشوش الذي يملك سيارة فارهة تفوق قيمتها 120 مليون سنتيم، والذي تربضنا على عدد من المواطنين بالشارع المتاخم لسوق بنجدية المعروف بمركز المدينة بالدار البيضاء. وتضيف المساء أن القضية في طريقها إلى الحل بعد أن قدم أصحاب 6 سيارات دهسهم ابن رجل الأعمال وصاحب إحدى الماركات التجارية المعروفة بالدار البيضاء تنازلات لفائدة المتهم. تفاصيل الخبر تجدونه في عدد الغد من يومية المساء. 10 سنوات سجنا لشرطي سطى على بنكين، عنوان لجريدة الصباح. وفي تفاصيله أن غرفة الجنايات الاستنافية لأسفي قررت خلال جلستها المنعقدة الأربعاء الماضي برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق شرطي متابعين من أجل جناية السرقة بيد مسلحة على خلفية سطوه على وكالتين، وذلك بجعلهما 10 سنوات سجنا نافذة وتحميله الصائر مجبرا في الأقصى والغرامات المالية. تضيف الصباح. واخترنا لكم من يومية الأخبار عنوان درك برشيد يطلق الرصاص لإيقاف متهم بتر يد دركي بالقارة، وتاجر مخدرات يواجه فرقة أمنية بالذروة بالكريموجين. حيث عاشت منطقة القارة بإقليم برشيد مساء الجمعة الماضي مواجهة بين عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي لسرية برشيد وأفراد إحدى العصابات التي استعملت الأسلحة البيضاء في مواجهة عناصر الدرك التي اضطرت بدورها إلى إطلاق عيارات نارية في الهواء وأخرى أصابت المتهم الرئيسي. تفاصيل الخبر وأخبار أخرى متنوعة تجدونها في عدد الغد من جريدة الأخبار. بهذا الخبر نصل وإياكم أعزائي الكرام إلى نهاية هذه الجولة الصحفية. أطيب المنى، إلى اللقاء.